الرجال ما أحب اللف ولا الدوران وأكره الكذب والكذابين. أنا أحب أعرف عن روحي زي ما أنا. أنا واحد ما عندي شهادة وأفتخر. تفتخر؟ إيه أفتخر. أنت فاكرة قراطيس اللي في المدرسة هذه اللي عندك هي اللي تعلم دنيا؟ لا، الدنيا يبغى لها شيل وحط، وأنا الدنيا شالت وحطت فيني، ورحت يمين ورحت يسار، مشيت مع الطيب والردي، يوم عندي دراهم ويوم ما عندي دراهم، علمت روحي بروحي. لو هالمشاكل دي كلها عدت على دكتور من الدكاترة اللي عندك في الجامعة والله كان غرق بشبر ماي، لكن الدنيا أنا حكحكتني. بصراحة معك حق، يعني الشهادة عمرها ما كانت مقياس للإنسان. لا، ما هي مقياس، المقياس السجن. أنا دخلت سجن. سجن؟ لا، أنا دخلت سجن ما هو بمخدرات ولا قتل ولا لا 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 لا، واحد من الربع عليه قضية شلتها عنه. رجال مواقف، رجال مخابر، ما هي بال الله الله. الحقيقة يعني أنا هديل بقول لك شيء. حقيقة أنا من يوم ما شفتك وأنت دائما يعني بخيالي وكله بتفكيري، وحتى أمس والله أخذت مخالفة ساهر، أتتخيلك يمين والكاميرا كانت يسار، بس والله فدات ال 500 ريال. وكل اللي أتمناه يعني إنك تكوني من نصيبي. قولي يا أبي. ما شاء الله عليك خاتم مثالي مثالي. أنا مو بذابحني اللي قلتي عليه هذا. أي والله مثالية. أي وش معناته؟ عليك خفيف تم بعد. في عشاء؟ شو تسوي يا جبر في ذا الكمبيوتر؟ والله قاعد أحاول أسوي لك طلب هجرة لأمريكا، نبغى نضبط الحنيذ هناك والمرخ، مشروع شغلك اللي أعرفه. شنو والله بس سعد، لكن علمني كم أسعار التيوس في أمريكا؟ بالريال ولا الدولار؟ لا يا أخي بالريال. لا بالريال معي. خلاص نمر سوق الغنم في أمريكا وأقول لك، أنت تروح بنفسك يا رجل. إيه لا، على طاري الغنم يقولوا بنتكم هديل تزوجت. هديل تزوجت؟ الله الله، والله جتني أخبار من مصادر موثوقة. أم عايض علمتها بنتكم زياد. الحين أم عايض هذه المدام حقتك؟ نعم. أم عايض تدري إن هديل تزوجت وأنا مدري زي المركة جالس في البيت؟ الله يا رجال، ما ضاقوا منك ولا عبروك ولا عبروا لحيتك. أنك صادق يا مشرف، لكن تدري الزواج ذا بطربق على رؤوسهم عشان يعرفون ثاني مرة ما يشاوروني. أيوه فتح الموقع. قل لي وشلون نضبط السبيلنج حق اسمك يا مشرف؟ اكتب أي ام اش دبل بي. نعم ام اش دبل بي كذا ساد الطريق. امش بي بي هذا اسمه كان راحتك.